إذن كما نتابع مشاهدينا الكرام، قوات الاحتلال تعتدي على مسيرة فلسطينية سلمية انطلقت من وسط بيت لحم باتجاه المدخل الشمالي. إذن هي تعتدي عليها بإطلاق وابل كثيف من قنابل الغاز المسيل للدموع من أجل تفريق المشاركين في هذه المسيرة السلمية لإحياء الذكرى 70 للنكبة الفلسطينية. إذن كما كان متوقعا مشاهدينا، قوات الاحتلال تقمع مسيرة فلسطينية سلمية لإحياء الذكرى 70 للنكبة الفلسطينية في مدينة بيت لحم. نذكر أن صافرات النكبة انطلقت. يعني مهند، نعم. أعود إلى ما كنت قد ذكرته قبل قليل. تفضل. هذه ليست توقعات أو ليست تكهنات، ولكن هذا ما هو جاري حقيقة في الأراضي الفلسطينية من خلال متابعتنا خلال السنوات الماضية وعلى مدار يعني احتلال الأرض الفلسطينية، عمليات القمع والاستهداف الواضح والاعتداء على المواطنين وعلى النسوة وعلى الأطفال. أنتم شاهدتم على الهواء مباشرة هذه مسيرة سلمية، لم تلقى الحجارة باتجاه جنود الاحتلال الإسرائيلي، كانوا يحملون اللافتات، كانوا كذلك يحملون الأعلام الفلسطينية، يطالبون طبعا بوقف الاعتداءات والإجرام بحق الفلسطينيين، إلا أنهم بدأوا برشقهم وبرميهم بالقنابل الغازية. العشرات من القنابل الغازية أطلقت باتجاه هذه المسيرة، وأنت تعلم تماما أن هذه المسيرة يشارك فيها عدد من الأطفال ويشارك فيها عدد من النسوة. هم لا تهمهم كل هذه الأمور ويحاولون دائما الاعتداء على الفلسطينيين. وأعيد وأكرر بخصوص سلمية المسيرات التي تخرج إلى نقاط التماس، يعني بعد عمليات القمع الآن سنشهد حالة من المواجهات من خلال طبعا متابعتنا ومن خلال مشاهدتنا لأرض الواقع، أن يعني الفلسطينيين الذين تم الاعتداء عليهم من قبل جنود الاحتلال سيعودون وسيرجعون لإلقاء الحجارة باتجاه جنود الاحتلال الإسرائيلي، وبعد ذلك قوات الاحتلال ستبدأ مرة أخرى باستهدافهم من خلال قوة عسكرية إسرائيلية كبيرة تقف في هذه المنطقة وتقف في هذا المكان. لذلك هم طبعا يحاولون منع أي مظاهرة فلسطينية سواء سلمية أو غير سلمية. هم يحاولون طبعا الآن إعاقة عملنا، يحاولون الآن إعاقة عملنا في هذه اللحظات من خلال، نعم كما كان متوقعا. بأوتو. كين كين. إذا مهند، هم يطلبون طبعا البطاقات الصحفية ويطلبون كذلك الهوية الخاصة طبعا بالصحفيين. كين كين. Thank you.